تعالوا النهارده نعمل عصير بلح باللبن اللي موجود في مزارع دينا واللي موجود في هيلسي ميل. هنحاول نعمل نفس طعمه بالظبط، فالناس اللي بتحب البلح باللبن ايه يتفرجوا معانا. اول حاجه يا زميلي هتجيب البلح ويكون البلح طري، ولو عندك البلح اللي هو الناشف ده انقعه في ميه الاول عشان يطرى. وطبعا كل البيوت دلوقتي بلا استثناء عندها بلح في البيت، فمش هتغلب يعني انك تلاقي بلح. هتجيب البلح وتجيب بتاعه الهاند بلندر وندخل في الموضوع على طول. انا هنا بستعمل لبن بودره، فانت هتجيب لبن اذا كان لبن بودره او لبن عادي اي حاجه يعني، اظن ان كده احلى بكتير. تمام، وهتحط لبن البودره او اللبن العادي اي حاجه عندك يعني، ولكن انا هنا بستعمل لبن بودره بيبقى احسن واوفر بالنسبه لي. وتجيب البلح بتاعك تشيل منه كده ايه البذر اللي جوه او النوى اللي جوه دي، ونحط لنا بتاع 5 بلحات 6 بلحات كده يعني. ونجيب الميه، فانا ما جبتش الميه فاروح اجيب الميه بسرعه واجي. جبنا الميه بتاعتنا وصب كده ايه على قد كوبايه بالظبط. تمام قوي كده، مش هحط سكر وهعتمد على السكر بتاع البلح، ولو هتحط سكر حط حبه صغيرين لان اصلا البلح بيبقى مسكر. ويلا بينا نجيب الهاند بلندر. تمام كده، ونسمع احلى صوت في الدنيا. في خناقه هنا بتحصل، ونجيب كوبايتنا الجميله ونصب. يا واله يا واله، ما عملش كوبايه بس حلو يعني. نقلب بقى كده العظمه دي وندوق. بسم الله، الله جامد قوي. اللي ده البلح بالتمر بتاع مزارع دينا او هيلسي ميلك او اي حد بيعمل بلح بالتمر يعني، ده نفس الطعم بالظبط، بل واغنى كمان بكتير جدا جدا في الطعم. مسكر جدا جدا، مع ان انا اصلا ما حطيتش سكر، بس زي ما قلت لكم البلح مسكر جدا جدا، فمش محتاج ان انا احط سكر اصلا. جربوها في البيت هتعجبكم جدا جدا. وبس كده بقى، انا كده قلت لك ازاي تعمل مشروب بلح باللبن في البيت. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. والانستجرام بتاعي هنا عشان بنقدم هناك محتوى جامد جدا جدا. كالعادة دوس كوتش، السلام عليكم.